السلام عليكم. اليوم سنتكلم عن احتمالية أو مباريات المتوقعة للمنتخب الجزائري في الدور الثاني. المنتخب الجزائري المتواجد هنا في المجموعة الثالثة، نفترض هنا أن المنتخب الجزائري سيتأهل في المرتبة الأولى. إذا تأهل المنتخب الجزائري في المرتبة الأولى فسوف يلعب مباراة الدور الثاني يوم السابع من شهر جويلية. هنا نلاحظ، هنا صاحب المرتبة الأولى في المجموعة الثالثة يواجه في السابع من شهر جويلية صاحب المركز الثالث أو المرتبة الثالثة في المجموعة الأولى، وهي مجموعة مصر. هنا هذا ما يعني أن المنتخب الجزائري سيواجه هنا المجموعة صاحب المرتبة الثالثة من المجموعة الأولى. إن لم يتأهل صاحب المرتبة الثالثة من المجموعة الأولى، المنتخب الجزائري، نعيد الملاحظة، المنتخب الجزائري سيواجه الثالث من المجموعة الثانية، ها هي مجموعة نيجيريا. إن لم يتأهل صاحب المرتبة الثالثة من المجموعة الأولى أو الثانية يواجه صاحب المرتبة الثالثة من المجموعة السادسة والأخيرة، وهي مجموعة الكاميرون وغانا. من هنا تتبين الأهمية القصوى لحصول المنتخب الجزائري على المرتبة الأولى، لكن حتى المرتبة الثانية لا تعتبر مشكلة كبيرة للمنتخب الجزائري، لأنه في حال تأهل الجزائر في المرتبة الثانية، نلاحظ، هنا سيلعب مباراته يوم الخامس من شهر جويلية أمام، هنا نلاحظ، هنا نعم، يوم 5 جويلية، نلاحظ مباراة 5 جويلية، الثاني من المجموعة الأولى يواجه الثاني من المجموعة الثالثة، ومجموعة الثاني من المجموعة الثالثة سوف احتمال كبير لن يكون مصر، وبالتالي كل الفرق في المجموعة الأولى يمكن للمنتخب الجزائري، للمجموعة الأولى يمكن للمنتخب الجزائري مواجهتها. فالمنتخب الجزائري فقط عليه أن يحتل المرتبة الأولى أو الثانية، لا مشكلة هنا. فاحتمالية خسارته أمام في مباراة السنغال واحتلاله للمرتبة الثانية لا تعتبر مشكلة، لأن الاحتلال المنتخب الجزائري للمرتبة الأولى كما قلنا نلاحظ الفائز أو صاحب المركز الأول هنا نلاحظ يواجه ثالث المجموعة الأولى أو المجموعة الثانية أو المجموعة السادسة. إن الجزائر إن لم تحتل المرتبة الأولى واحتلت المرتبة الثانية ستواجه مباشرة صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، وهي مجموعة مصر. أعتقد أن الأمور هنا أصبحت واضحة. إلى اللقاء.